بكثير من الاوقات ممكن نكرر معلومه للطفل مره واثنين وثلاثه، والطفل ممكن ما يكون قادر يحفظها او يفهمها، وباوقات كثير وتكون عنده واجب مدرسي ما بيقدر منير يحله لحاله وبحاجه دائما مساعده. صحيح شام، هي الحاله تعتبر من صعوبات التعلم لدى الاطفال، وبيكون الى العديد من الاسباب، منها ممكن تكون تاخر فكري لدى الطفل، او احيانا بسبب الاسلوب الخاطئ في تلقين هذا الطفل العديد من المعارف والعلوم. هي الامور كلها رح نحكي عنها بتفصيل طبعا وبكل نقاطها مع الاختصاصيه والاستشاريه الاسريه اللي صارت معنا داخل الاستوديو، السيده وفاء حيمور. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك وفاء معنا لليوم. بدايه، امتى بنقول انه هذا الطفل عنده صعوبه بالتعلم؟ اول شيء يسعد اوقاتكم. ثانيا، نحن دائما في عندنا خلط بالمفاهيم. للاسف بسبب دخول مفهوم صعوبات التعلم صرنا نقول على الاطفال ذوي الفكر المحدود او ذوي القدرات المحدوده انه هن اطفال صعوبات تعلم. وهذا الامر هو بصراحه كمان انا من يومين كنت عم بحكي فيه بالمدرسه مع الاداره، انه مو اي طفل في عنده تاخر شوي عن اصدقائه او قدراته ممكن تكون ابطا بالدراسه او بفهم المعلومات او بيحتاج لوقت اطول لاستيعاب المعلومه، فهو طفل صعوبات تعلم. صعوبات التعلم هو مفهوم جدا كبير، مفهوم جدا ضخم، وبينقسم لعده انواع. في عندي صعوبات الاكاديميه وفي عندي الصعوبات النمائيه. الصعوبات الأكاديمية هي اللي لها علاقة باللغة وبالكلام وبالحساب وبالعلوم بشكل عام. أما الصعوبات النمائية هي بتكون لها علاقة بخصائص الذاكرة، مثل الفهم، مثل استيعاب المعلومات، مثل التذكر، مثل الحفظ. فأبدا ما فيني أخلط أي طفل عنده بطء باستيعاب المعلومة أو هو بطيء ممكن لحتى يحفظ أو قدراته شوي قليلة بطفل صعوبات التعلم. صعوبات التعلم تظهر على الأطفال بطرق مختلفة تماما. مثل شو هي هي الطرق؟ تمام. هلا انا وقت بدي احكي مثلا عن صعوبات لها علاقه بالدراسه، فانا رح واجه صعوبات بقلب الكلام مثلا. ممكن الطفل يكتب بالمقلوب، فهي صعوبات تعلم. ممكن طفل مثلا يلي عنده صعوبات تعلم، ممكن انه جداول الضرب مو بس تحتاج معه وقت كثير طويل، يضل عم بيستخدمها على اصابعه لحتى يكبر، هذا الطفل اجباري هذا صعوبات تعلم. ممكن عنده صعوبات بالقراءه، عنده تأتأة، عنده مثلا مثل ما قلت بيقلب الحروف حتى اثناء القراءه، فهذا طفل صعوبات تعلم. اما الطفل يلي ممكن هو ما يقدر يستوعب المعلومه من اول مره او حتى لو مره ومرتين وثلاثه، فهذا الموضوع ممكن يكون كثير طبيعي. خليني ارجع اول شيء لشوف خصائص دماغه. اذا كانت القصه عم بتاثر على استيعابه بشكل عام، هلا ممكن اطفال يستوعبوا ماده على حساب الماده الاخرى. الطفل صعوبات التعلم هو استيعابه بطيء بكل المواد، فانا ما فيني اجي انا اقول انه مثلا طفلي بالرياضيات اشطر من اللغه العربيه، لا. صعوبات التعلم بتكون حاله يعني سمه عامه على الطفل، الا بالصعوبات الاكاديميه ممكن تظهر بمواضع غير المواضع الاخرى. اما المشاكل اللي لها علاقه بالذاكره فبتكون سائده على معظم الاطفال، يعني على حاله الطفل بشكل عام هو بطيء الاستيعاب، على حاله الطفل بشكل عام ذاكرته قصيره الامد، فهو ما بيحتفظ بالمعلومات لمده طويله. هي بقى بذكر عليها صعوبات تعلم، بس هي شو بتكون حاله الطفل الشامله. اما بالنسبه للشيء الاني اللي هو مثلا هلا ماله ماشي بالرياضيات، بس السنه الجايه ماشي بالرياضيات، معناتها هذا مو صعوبات تعلم، هذا اسلوب خاطئ باستقبال المعلومه، يعني اهمال ممكن احيانا من قبل الاهل. طب هي الحاله انا كيف بدهم يتابعوها مثلا الاهل؟ انا كيف بدي اعرف انه هي حاله من الاهمال، انه في اطفال مثلا ما عندها حب للدراسه او التعلم الاكاديمي اللي كنا عم نحكي عنه، ممكن اهتماماتها بشيء ثاني يتعلق بالامور والمهارات اللي بتتبعوها تماما، وبين تاخر وصعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي اصلا بتكون مشكله او اضطراب دماغي، يعني بمعظم الاحيان هي مرتبطه دائما مثل ما قلنا بالدماغ. فنحن مشان ما اكون مهمل انا مع الطفل وقت اللي بلاقي في عنده تقصير، هي بصراحه هي شيء كثير ضروري. ما بعرف ليه الاهل كثير بخافوا منه، بخافوا انه يأطلقوا على طفلهم انه هو مريض، او يأطلقوا على طفله، او يأطلقوا على طفلهم انه هو مثلا عنده مشكله مثلا عقليه ما. ابدا ما فيها شيء. رعايه خاصه. الفحص الدوري، تمام، الفحص الدوري والصوره الدماغيه باستشاره طبيب جدا مهمه. في عندنا نحن سبحان الله المسارات الدماغيه بالدماغ اوقات كثير ما بيصل للنخاع الشوكي، فبيكون بتضرب عندي مناطق خاصه باللغه، مناطق خاصه بالعصب البصري، مناطق خاصه بالسمع،
فهدول الأطفال بحاجة رعاية، بس للأسف نحن ما بنقدر، يعني نحن دائما مرتبط عنا أي فكرة تخص الدماغ بالجنون، فبخافوا الصورة المجتمعية للناس انه ما بتتقبل تمام. مثلا انه انا بخاف اطلق على طفلي انه هو مريض عقلي، فانا ما بخضعه لاي فحوصات، بس من باب انه انا الصورة النمطية للمجتمع ما اطلق على طفلي كلمة او انعته بصفة مثلا ممكن تكون مسيئة له في الايام القادمة. هي ابدا ما فيها شيء، الامر جدا طبيعي، ونحن ككبار بحاجة فحص دوري، لانه بسن معينة بتبلش تظهر اعراض مرض الزهايمر عند معظم الاطفال، وعند حتى عند الاطفال وعند الكبار كمان. فانا اذا ما انتبهت لهي النقطة وقت بلاقي في عندي مثلا بطء بالاستيعاب، بطء بالادراك، ممكن اصلا الدماغ النخاع الشوكي اللي بيغذي الدماغ ما عم يوصل عبر المسارات تمام. فهي القصة كتير مهمة انه انا اعمل فحص دوري. هي انا مشان اقيم عن حالي مسؤولية الاهمال، انه انا كاهل شخص مهمل تمام، بعمل الفحص الدوري بتاكد من حالة طفلي اول شيء العقلية انه هي سليمة، بعدين بلجأ لاشخاص مختصين بالتعامل مع الاطفال يلي هن ذوي قدرات محدودة. تمام. شو هن ذوي القدرات المحدودة؟ اللي ممكن يكون بطيء الاستيعاب، ممكن يكون بطيء الكتابة، ممكن يكون عندهم مشاكل انه هن مو مؤسسين بالمدرسة بشكل صحيح، يعني مثلا طفل صف رابع ما بيعرف يقرأ، ما بقول عليه صعوبات تعلمية. تمام. بتطلع على ماضيه مراحل الأولى، أي مدرسة كان بالمراحل الأولى، هل هو متعرف على الحروف بشكل جيد؟ هل بيعرف المدود الطويلة والقصيرة ليتمكن من عملية التهجئة؟ أنا قديش أسلوب التعليم بيأثر بهي الحالة إذا ما كان مؤسس صح، أو أسلوب طريقة التعليم أو طريقة طرح المعلومة للطفل من قبل الأهل أو من قبل المدرس، قديش ممكن يلعب دور بهي الحالة؟ طبعا أكيد هو الأسلوب التعليم هو كل شيء. يعني اليوم أنا إذا ما أعطيت الطفل معلومة من المراحل الأولى بطريقة صحيحة ما بتنحفر بذاكرته. لك أنا عم بعطيه المعلومة، يعني أنا عم قله إياها، ولكن شو الأسلوب اللي ممكن نحن نتبعه مع الأطفال؟ شام، أنا من قبل طالعة معكم بمقابلات حكي فيها عن أنماط التعلم عند الأطفال. لما ودائما من أول جملة اعرف طفلك، لحتى تقدر تمشي معه بدك تعرف شو النمط تبعه. أنا طفلي حركي فأنا بدي أعطيه المعلومة عن طريق ألعاب حركية. تمام. أنا طفلي لغوي بدي أعطيها عن طريق قصة. طفلي بصري عن طريق بطاقات فلاش كارد وفيديوهات ورسوم متحركة. فأنا لما بعرف نمط التعلم الخاص بطفلي بعرف مرق له المعلومة بطرق متعددة. لهيك نحن مطالبين من وزارة التربية بالمدارس أنه يكون الدرس تفاعلي بين المعلم وبين الطلاب. الأطفال بيحبوا هذا الأسلوب أكيد طبعا، باستخدام اللعب، باستخدام الميوزك، باستخدام الفيديوز، باستخدام كل هاي الأساليب نحن بنستخدمها خلال الدرس، ومطالبين من وزارة التربية والمفتش اليوم لما بيجي الموجه التربوي بتأكد أنه نحن عم نمشي على هاي الخطوات. هلأ صارت كتير مهمة، والحمد لله أنه وزارة التربية أولت اهتمام لهدول الأشخاص، لأنه برجع بقول هي كتير صعبة لما بيجي بنعت طفل بصعوبات تعلم بيطلع هو ما فيه شيء، هو طفل سليم ولكن ما عم بيتعلم بالأسلوب المناسب لنمطه. سيدي وفا، اليوم في عمر محدد نحن لازم دائما ندير بالنا ننتبه بهي الحالة ولا لا؟ أنا أترك هاي القصة لأنه لسه الطفل مثلا صغير، لسه ما صار عنده هذا النضج والوعي الكافي لحتى يتعلم، ولا لا بعمر هاد لازم أنا أتدخل مثلا؟ من دخول الطفل للروضة بتبلش تظهر على عليه علامات هل هو طفل عنده صعوبات تعلم أو لا. يعني في عندنا أطفال اليوم بيكتبوا بطريقة المرآة، يعني بيكتبوا من اليمين إلى اليسار، بيقلبوا الكلمة كلها بشكل كامل. هاي نحن بنسميها ديسلكسيا اللي هي صعوبات تعلمية إلى علاقة باللغة. تمام. هلأ هذا الطفل مبين واضح من اللحظات الأولى لدخوله للروضة بيبين الطفل. طبعا المعلمة الناجحة والإشراف الجيد بيقدروا يكتشفوا أن هذا الطفل في عنده مشكلة، فبيتابعوا مع الأهل من البدايات. للأسف نحن كل ما كان أو من الأفضل كل ما كنا نحن نبلشي مبكرا كل ما انتهينا من هاي الصعوبات بمراحل يعني فيما بعد. بس الصعب جدا أنه أنا انتبه مثلا بالسابع بالعاشر بالتاسع، هون الطفل في إهمال كتير. تمام أكيد، وطبعا هون أنا بكون تعديت مرحلة أنه أنا الطفل يكون قابل للتغيير، يعني بحتاج لوقت كتير أطول لجهد كتير أطول. بس بدي نوه على نقطة كتير مهمة. طيب. اليوم أنا لما بعرف حجم قدرات طفلي من هو وصغير وبعرف قديه هو قادر يعطيني من كم مثلا أنا عم بعطيه معلومة، فهو قديه مقابلة عم يعطيني استجابة. تمام. أنا بجنب نفسي وبجنب طفلي الضغط، يعني أنا بصير مؤمنة بقدرات طفلي اللي هي هالقدة، ما بعود أنا بضغط عليه ليعطيني أكثر من هيك.
فبالتالي أنا بالقدرات البسيطة بقدر أوصل لطفل مبدع. والدليل أنه اليوم معظم المخترعين، معظم الأشخاص المفكرين كانوا عندهم صعوبات تعلم، وأهمهم أديسون كلياتنا بنعرف قصته كيف كل المدارس رفضته. فبالتالي إذا أنا بركز على جانب واحد مبدع في الطفل، طبعا بحاول عالج الجوانب الأخرى بس بدون ضغط، بدون ما أنا عم بطلب منه أنه هو بده يجيب 10 يعني 10، فأنا بده يضطر الطفل أنه يبصم، بده يضطر الطفل يستخدم أساليب غير مشروعة ويندغت أكثر بكثير، وبالنهاية ينتعد أنه هو صحيح فاشل. ويطلع عنده الجانب الإبداعي. بدنا نشكرك جزيل الشكر طبعا الاستشارية الأسرية وفاء حيمور على كل هالنقاط المهمة اللي أعطيتنا إياها. لا لا، يعطيك العافية.